هذه المناسبة الغالية تتجدد الصلة بيننا وبين قيادتنا الراشدة من خلال هذا الحفل الذي يقام بمناسبة الترحم على مولانا الحسن الثاني رحمه الله. وهذه الصلة هي واجبة الوقوع، لأن في مقابل ما أسداه إلينا مولانا الحسن الثاني من خير عميم لهذا لجميع أطياف ومكونات هذا الشعب، فلزاما علينا أن في مقابل هذا الإحسان وهذا الخير أن نقف على الأقل مرة في السنة وقفة للوفاء، وقفة للهج بالثناء، ووقفة للدعاء الخالص لمولانا الحسن الثاني بأن يتغمده الله تبارك وتعالى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن هذا البلد وعن أهله خير الجزاء وجزاء الخير في مقابل إحسانه إلينا، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. كما أن هذه المناسبة فرصة لرفع الأكف للمولى العلي الكبير أن يسدد خطى مولانا أمير المؤمنين، وأن يحفظه ويرعاه، وحتى يحقق لهذا الشعب ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم، تفسير العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أوتي آباؤهم وهم غافلون، لقد حصلوا على I'm
Yeah.